لكل شيء بهالعالم قواعد، قد ما كان هالشيء صغير وروتيني مثل تناول الطعام مثلا، فما بكفي يكون على سفرنا بالبيت او بالعزايم وجبات شهيه لحتى نبدا بالاكل، لانه طريقه تقديم الاكل وتناوله كمان مهمه ولها قواعد بحسب فن الاتيكيت. تماما، يعني هالخطوات البسيطه بتصير مفيده جدا تحديدا بوقت العزايم مع اشخاص يعني بتكون خارج نطاق العائله، ناس مو متعودين عليه، الناس يعني ممكن يكون تماما في شغل او في شيء يتطلب انه نحن نحافظ جدا على خلينا نقول موضوع الاتيكيت فيه، فاتيكيت المائده الصحيح، وما نحط حالنا خلينا نقول باي موقف محرج يسبب لنا الاحراج. كل هالمواضيع رح تخبرنا عنها اكثر لايف كوتش وخبيره الاتيكيت الاستاذه ازدهار دعبول. يسعد صباحك. يسعد صباحك، اهلا وسهلا. صباح الخيرات استاذه، اهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. يعني عم نحكي عن موضوع البعض ممكن يقول انه عن شو عم يحكوا هدول، انه خير شو صاير معهم من الصبح، ولكن بالمقابل فعلا انا وقت بيكون عندي غداء عمل، عشاء عمل، انا عازمه عالم ما في كثير خوش بوش مثل ما بيقولوا بالعاميه بيني وبينهم، فانا في قواعد لازم التزم فيها، فخلينا بدايه نحكي بالعموم شو هي قواعد الاتيكيت بما يخص العزائم. هلا بما يخص العزائم، اول شغله انه انا ضروري اعرف التوقيت. يعني مثلا لما بدي اندعى لغدا او عشاء لازم انا اعرف امتى لازم اكون هونيك. النقطه الثانيه اللي كثير مهمه انه انا لما بدي اندعى لمكان اعرف العنوان بالتفصيل. يعني ما اخذ العنوان بالعموم، بالتفصيل مشان انا ما ضيع الوقت. واعرف كمان انه قد ايه بياخذ معي كتوقيت زمني من هون لهذا المكان لحتى اكون انا على الوقت. بالاجمال بالعزائم يفترض ان انا اكون قبل بربع ساعه مو اكثر من هيك، حتى لو كانت عزائم رسميه انه ربع ساعه كثير منيح ان يكون فيها. اما بالعزائم العائليه يفضل انه نحن نقول التاخير هو مثل الشيء المبكر، انك تيجي مبكره كثير، يعني انت اذا بتيجي قبله بنص ساعه كانك انت جايه بعد نص ساعه، لانه قبله بنص ساعه انت اللي بكتيها لست البيت، بعد بنص ساعه كمان انت اللي بكتيها بتاخيرك. من القواعد اللي كثير مهمه اذا انا مثلا رايحه على الموعد، هلا صار الموعد وانا رايحه، صار في عندي ظرف اضطراري، مشكله بالطريق وبدي اتاخر، فانا يفضل اني فورا اني احكي تليفون مع صاحب الدعوه ان كانت رسميه او حتى عائليه، وخبره اني انا بالمكان الفلاني، وبعطي وقت دقيق. نحن عندنا للاسف متعودين انه دقيقتين بكون عندك، طبعا دقيقتين بتكون سوريات دقيقتين بتكون هي عباره عن نص ساعه يمكن او ربع ساعه، لا انا بكون كثير دقيقه بالموعد، انه انا ربع ساعه وبكون عندك، انا بالمكان الفلاني، مشان الطرف الثاني ما يتلبك طبعاً. ففورا ياخذ. اذا كانت هي عزيمه انه مو عمل، عزيمه عائليه انه اجتماعيه، فانا بقول لهم فيكم انتم تباشروا وما تنطروني، احتمال انا اتاخر. فهي من القواعد اللي كثير ضروريه ببدايه الدعوه. تمام، هي يعني خلينا نقول الامور هيك العامه الاساسيه بما يخص يعني تماما لما نندعى على غدا او نندعى على عشاء. طيب اوكي، نحن دعينا خلينا نقول عندنا غدا عمل مثلا، اوكي، ورحنا لهذا المكان، وصلنا بالسلامة والامور لحد هلا تمام. اوكي، شو الاتيكيت كمان بيقول لما نحن بدنا نقوم لحتى خلينا نقول نقعد على الطاوله، وهون لما نبلش نقعد على الطاوله هون بتبلش الكوارث خلينا نقول تصير، خاصه للي متعود على انه ما بياكل هم، يعني الناس شو بدها تحكي، باكل كيف ما بدي، باكل قد ما بدي، بتعرفي يعني الاكلات طيبين ما بقدر قاوم هاي القصص. فهون شو بيكون عندنا امور كمان اساسيه لازم نراعيها بالخطوه الثانيه خلينا نقول. هلا بالخطوه الثانيه اذا نحن عم نحكي عن غداء او عشاء عمل، في اماكن بتكون مترتبه، يعني في شخص راح يكون جاهز ليستقبلنا تمام، وهو بيحدد لي اني انا وين بدي اقعد، فانا بلتزم بالمكان المخصص لإلي. يعني ما فيني اقول له انه انا بدي اقعد هني، او معلش اقعد جنب فلان، او ما بحب اقعد جنب، لا ما فيني اقول هيك، بقعد بالمكان المخصص لإلي. هي اول شغله. الشغله الثانيه اني انا بدي التزم، يعني لما بنحط الاكل، لما ببلش الجميع بدهم وقت الطعام، انا ساعتها هون فيني باشر، ما فيني باشر قبل حتى لو كنت جوعان او اكلي كثير انطر روق شوي، انه بنطر شوي تمام لحتى يباشر الكل وانا باشر بالطعام معهم. تمام. في نقطه كثير مهمه ان كان بالدعوات الاجتماعيه او دعوات العمل، هي بالاساس اذا بدنا نحكي دعوات اجتماعيه لحتى نحن نجتمع، لحتى نحن نحكي، لان الحياه صارت عم تشغلنا، يعني هو الطعام عم بيجي بالمرتبه الثانيه
بعد الجمعة، هي جمعة بالأساس بعدين. بالنسبة لدعوات العمل عم بتكون إنه أنا جاي لحتى أتناقش نتعارف، بيكون في موضوع نحن بدنا نحكي فيه، إنه ما بدي إجي لحتى أكل أو كل وقت وتركيزي على الأكل. هاي الأكل بحب أعطيني ذوق هاي الأكل إلى آخره، لا. فمشان هيك انا بدي ركز على الموضوع الاساسي انا جاي مشانه، الاكل بكون بالمرتبه الثانيه. تمام، خلينا شوي استاذه ناخذ الحديث للمنحة، يعني الاجتماعات العائليه اذا فينا نقول اكثر، يمكن شوي بتكون ابسط. انا كيف بدي اقوم لحتى اقعد على الطاوله؟ اكيد ما راح اقعد على راس الطاوله اللي هو لصاحب العائله، ولكن تمام. ترتيب الطاوله هل ممكن يكون لها ترتيب ولا لا؟ لانه انا بالعائله فانا ممكن اختار اي كرسي واقعد عليها. هلا بالاجمال دائما الاب والام هن بترأسوا الطاوله، دائما هن بيكونوا قبال بعد بترأسوا الطاوله. هلا بالدعوات بيفضل انه يكون في عندك سيده ورجل وما يكونوا بيعرفوا بعض حتى يصير في تعارف. اذا هي المجموعه ما بيعرفوا بعض، هون في نقطه نحن كثير بدنا ننتبه لها اللي هي العادات والتقاليد. يمكن في بعادات وتقاليد معينه ما بتقبل انه سيدة تقعد جنب رجل اللي ما بتعرفه، فنحن هاي الموضوع دائما ناخذه بعين الاعتبار. فبالبداية صاحب الدعوة والسيدة بيقعدوا على راس الطاولة، والمعازيم بيكونوا هن مرتبين حسب الوضع، هن شو بيكونوا شايفين الوضع المناسب فبيوزعونا على الطاولة. تمام. تمام. طيب في موضوع يمكن يعني ناس تقول انه شو بدكم بهي السيره، بس هي الفكره انه في ناس عن جد ممكن تكون متعوده انه خلص انه مثلا بياكلوا كل شيء، ما عندهم هي فكره مثلا تبع انه خلص شوكه سكينه كذا، هيك خلص نحن متعودين كيف ناكل بالبيت او كيف هيك بنقعد لحالنا. نفس الشيء بنطبقه نحن لما بنكون بمكان ثاني او بعزيمه او مع اشخاص غرباء. خلينا نحكي اكثر انه هذا الموضوع قد ايه ممكن عن جد يعكس سلبا، خلينا نقول نظره الاخرين لنا، وشو في قواعد ولو انه هي هيك بسيطه وبما يخص موضوع يعني ادوات المائده اذا فينا نسميهم. هلا ضروري ان الانسان يكون على راحته بصراحه، بس لحدود معينه. اوكي. هذا المفهوم صار عم بيستخدم خطا عنا، انه انا خلوني على راحتي، انا هيك طبيعتي، انا عفو. ايه انا عفو. لا، انت عفو اكيد، حلو العفويه، حلو الطبيعه، بس خليك بحدود. يعني انا لما بدي اكون بمطعم لازم اعرف استخدم ادوات الطعام. طيب انا اول مره بروح شو بعمل؟ دائما بنقول في قاعده، انت لما بتروح بمكان وما بتعرف كيف بدك تتصرف، انه كيف بدي اكل او كيف بدي استخدم، فبنطر شوي بشوف الاخرين كيف عم بتصرفوا وببلش انا اتصرف مثلهم. هلا هي قاعده بتحميني نوعا ما، بس مو كثير، لانه انت لما بدك تمسك الشوكه والسكين هي عباره عن مهاره. اذا انا بالبيت ماني متعوده امسك شوكه وسكين، فانا بالمطعم راح الاقي صعوبه، ما راح اعرف استخدمها، فلاحظ حالي بهالموقف المحرج. تماما. فحلو انه نحن من البيت انه نكون على طبيعتنا وعفويتنا، بس بنفس الوقت عم نتبع قواعد الاتيكيت، انه انا بعرف استخدم الشوكه والسكين، بعرف اني كيف اكل مثلا ما طالع صوت او في ترتيبات معينه. فانا ضروري حتى لو كنت بالبيت انه انا اتدرب على هذا الموضوع مشان ما احط حالي بموقف محرج واخرين ينزعجوا مني. تمام. طيب في كتار اشخاص بياكلوا كثير بسرعه، وبالمقابل في اشخاص بياكلوا كثير على مهلهم، يعني الكل بيخلص لسه هو بالمازا يعني. تمام. فانا لنفترض من الاشخاص اللي بياكلوا بسرعه وشبعت وخلصت اكل، شو المفروض انه انا اعمل؟ شو الاتيكيت بهي المرحله؟ هل انا اقول دايمه واقوم من على الطاوله، ولا لا انا لازم ضل قاعده وعم شارك الباقي بالحديث ممكن يكون، او اعمل حالي لسه قدرانه اني اكل؟ هلا هو يفضل لما بكون انا على طاوله السفره انه ما اكل بسرعه ابدا، لانه هي ما أنا مؤشر ابدا ايجابي. تمام. فانا باكل على مهلي وبحاول قدر الامكان اني اكل على مهلي. في حال خلصت على وقت كثير بكير ببلش بتسلى شوي هيك، بس بنقرشات خفيفه بس لحتى يقطع شويه وقت، وبعدين انه فيني لون دايمي وانسحب ومن عند الطاوله، بس مباشره انه مجرد ما قعدنا اكلت بسرعه وقمت لا. يعني بس الانسحاب هو شيء طبيعي عادي، وما انه عيب يعني، لا انه ضلني لاخر شيء وضلني مستناي الكل. لا 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 طبيعي فيك انه يعني ببين الاشخاص اللي بصيروا بدهم يشبعوا انه لوقت معين
فيك تعتذري انه الحمد لله دايمه وتقومي او فيك تضلي على السفره، يعني الخيار لك. تمام تمام. يعني يمكن معروفين هيك السفر والموائد السوريه قديش نحن كرمه، يعني بتحسي بدك تاكل لا بدك ما اكلتي بس ما اكلتي وما في غير صحون الصبح عن جد بحس الواحد حاله اوقات انه عن جد يا اما بعزايم بتحس حالك انه انا عن جد ماني قدراني اكل، يعني بتنحرجي وبتصيري بدك تاكلي لمجرد انه هذا الكرم او اللهفه هيك الزايده اللي دائما بتكون. صح. التعامل بخصوص هذا الموضوع سواء انا كضيفه او حتى اللي مستضيفيني، يعني شلون ممكن يصير بما يخص موضوع هذا السكب السكب؟ هلا بالاجمال هي ست البيت اللي بتكون مستلمه الموضوع، يعني هي اللي مستلمه الموضوع انه امتى نحن بدنا نقعد على الطاوله ونباشر بالاكل وبموضوع السكب. هلا دائما هي ست البيت لازم انه تعزم الضيف مشان ما يكون محروج انه على الاكل. في حال انه هذا الضيف عنده وضع معين، في اشخاص ما بيحبوا اكلات معينه. صح. او اكلات معينه، فانا بكل بساطه بقول له انه انا معي كذا، انه انا ما فيني اكل، فانا فورا بحترم هذا الشيء، ما بلح عليه انه الاكل على قد المحبه والى اخره. هلا في حال انه الضيوف كثير او صاحب الدعوه كثير قلح علي، فانا بكل بساطه ممكن انه ما بخجله، اكيد تكرم راح ذوقها، باكل هيك شغلات كثير بسيطه بحيث انه ما تزعجني وبنفس الوقت ما احرج الطرف الثاني. بس انا بالاجمال بالعزائم بحب انه يكون في تنوع. وهلا الحمد لله عم بصير في وعي، بالاول كان دائما العزائم مقتصره على الاكلات الدسمه. هلا لا بتحس انه ست البيت صارت عم تعمل حساب انه في اكلات دسمه، في اشخاص بكون مثلا مع امراض معينه، في اشخاص بكونوا هن نباتيين، هذا كلياته صار عم بتاخذ بعين الاعتبار، بحيث انه لما بيجي هالضيوف في كل شيء انت بدك اياه، ما حدا رح ينحرج من شيء. اوكي، يعني هيك تفاصيل حلوه انه نحن ناخذها بعين الاعتبار، لانه عن جد بتشكل صوره كثير حلوه لنا عند الاخرين، يعني الاشخاص اللي بيكونوا مستضيفينا. شكرا كثير لوجودك معنا ولكل هالمعلومات اللي خبرتينا اياها. شكرا كثير لك استاذه، صباح الخيرات واهلا وسهلا.